انت ايه ما بتشجعش ليه؟ يا رب تقع تتكسر رقبتها عشان تقع في البيت. ها ايه؟ ما هي لو قعدت في البيت مش هتلاقي حد غيرك تلاعبه. ريري ريري يلا يا ريري. ايوه ايوه يا بابا. ايوه انا نيتي مهمه دلوقتي يا بابا. ريري لا دي مظاهره جوه شركه ريري يا بابا. ريري يلا يا ريري يلا يا ريري. كل ايه ده انت مخبيها؟ طلعت موزه ابن محظوظه. لعلمك بقى العلاقه دي هتفشل هتفشل هتفشل. طب اسكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ريري ريري هيا يا ريري. دي مي. مي ايه ده؟ ازيك يا مي؟ ازيك يا اخ دينا. دينا سي عبد ربه صديق من الانترنت فيسبوك هو في المحجبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اخ عبد ربه. زي ما اخترت. الحمد لله. بص دي ست الكل. ربنا يحفظك. واحلى حاجه وتر اللي خليتها تتحجب. نعم. ايه مش قلتلك محجبه من الايام الابتدائيه؟ ابتدائيه ولا كان اعداديه بقى؟ يمكن من الواضح انك بتكذب عليا يا اخت مي. ربنا يهديكي. عبدو عبوده عبوده ما تيجي عليا اعمل ايه؟ خلاص خلاص شكرا شكرا. انا مش هتكلم عشان انا احسن منك. ريري ريري جو ريري. اقعد انا وانت تعني؟ ماليش مزاج. لا ايه لا نقعد بجد؟ ايه ده؟ ايه؟ هي العربية كانت بتهز ولا انا متهيألي؟ بتهزت شوية صح؟ ليه ايه خير؟ اصل انا عامل التليفون فايبريشن. معلش تليفوني اصلا الفايبريشن بتاعه جامد قوي. اتفضلي. الله النيل شكله حلو قوي فعلا النهاردة. ميرسي. بقول لك ايه انا تعبت ممكن نقعد شوية؟ يلا عارفه يا دينا وانا صغير شش اسكت اسكت يا ابني بطل رغي بقى سيبها تتكلم عن نفسها وبين انك مهتم في ايه لا بص على النيل انت ساكته ليه انا عايز اسمعك يعني عايزني اقول لك ايه مين دينا بايجاز شفتي اسمع البرامج قوي ايوه بص يا عادل من وانا صغيره بابايا علمني ازاي اعتمد على نفسي ما بقدرش اعمل اي حاجه الا وانا مقتنعه بيها او وانا حاساها لما بابايا توفى الله يرحمه كانت صدمه جامده قوي عليا تعبت جدا وتهزيت بقى بيجيلي حاجه كده اسمها بانيك اتاك بحاول انظمها بالنفس يعني ساعات بقدر وساعات ما بقدرش بس لما حاجه بتعصبني جدا بتجيلي ايوه ايوه ما انا شفت منها شويه كده واحنا رايحين الدفنه فاكره لا وكمان كان اولها في المطار ايوه صح معلش انا اسفه جدا بس اصلي ما بحبش المفاجآت عشان يعني اتفاجئتي ان مجدي هو اللي ما جاتش يستقبلك ولقيتي واحد
هلهطه كده؟ بالعكس والله انت طيب جدا ولذيذ وخدوم وجدع وحبوب كده. حبوب؟ ايه في ايه؟ هو انت بتكلمي بقلص يا دينا؟ حبوب ايه دي؟ بقلص؟ انا كنت بحب بقلص جدا. ايوه وكمان كنت بتحبي المصاصه الفراوله، فاكره لما اكلتي مصاصه وكسرت سنتك؟ ايوه ومجدي قعد يدور عليها وما لقاهاش. لا لا لقاها. لا ما لقاهاش. لا والله العظيم لقاها. انت مين اللي قال لك الحاجات دي؟ حاجات ايه اللي مجدي لقاها؟ اه مجدي اللي حكى لي، مجدي اللي قال لي. كان حكى لي. كانت ايام حلوه قوي. كانت ايام جميله. الايام اللي كان مجدي بيحكي لي فيها كانت ايام جميله فعلا. طبعا انت كان نفسك يكون مجدي هو اللي قاعد هنا دلوقتي صح؟ ما تيجي نروح بقى عشان انا اتاخرت. ليه؟ ده لسه بدري، وبعدين ده بقلص جاي وجايب معاه بوجي وطمطة. بعدين سامع المزيكا فظيعه فعلا. هنخش فيلم السنافر طبعا. لا هنخش فيلم توم كروز. هنخش فيلم توم كروز طبعا. افتكرتك قلت السنافر. تصدقي بقى لي 15 سنه ما دخلتش السينما؟ انت متاكده ان هي دي السينما؟ هنا اهو. شكرا شكرا. انا اسف معلش. تعالي مع رايا هات الكرسي. بس ايه ده معقوله كده؟ معقوله معلش معلش. تعالي خش عشان الريحه. لا انا هعمل ايه؟ يا استاذ. ايوه من فضلك مش شايف. ايه بالك الف سلام عليك، مش شايف ليه؟ لا مش شايف من حضرتك. مني انا؟ انزله في الكرسي شويه يعني. طيب حاضر انا اسف. لا برضو مش شايف. ما انا نزلت والله حضرتك، مش شفتنيش بعمل كده؟ نزلت جامد. ده اخرك يعني يا هادي؟ ده اخري، انا لازق في الكرسي. لا كده مش فير. انا ذنبي ايه اقعد ورا واحد تخين زي حضرتك وانت سدد عليا الشاشه يعني؟ الله لا 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 روح شعور الناس، بكره اطلع لك في عيالك. ايه حضرتك يطلع لك دي؟ انت يعني شايفني دمل يا سيدي؟ بدافع عنك ونسيت اللي عملته من شويه. في يا استاذ؟ الاستاذ تخين وسدد عليا الشاشه وانا بصراحه مش عارف اتفرج، وكده مش فير. فعلا مش فير. اتفضل معانا يا استاذ. اتفضل فين بقى ان شاء الله؟ هتوديني الاسم؟ اتفضل معانا يا استاذ. جرى ايه منك له؟ هو يعني عشان تخين وضخم ملوش حق يتفرج؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ لو انت شايفه مبكر بص على نفسك في المرايه، انت شبه خيط السنان. وبعدين الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش. اهدي كده معقول؟ خلاص اهدي. شايف زفير اقعدي اقعدي. اوكي خلاص حصل خير. اتفضل بقى ارتاح. اتفضل انا اسف. اهدي هروح اجيب حاجه اشربها ونيجي. اجيب لحضرتك في الشهر يا فندم؟ ماشي. لو سمحت حجم كبير. ماشي. خليك فشار. ايه يا ابني دلوقتي؟ شيله، انا متضايق. ده حد ما طلبتش فشار. سبت الفيلم؟ سبت الفيلم. انا اسف، عملت لك احراج جامد قوي وسط الناس. ما تقولش كده يا عادل، احنا اللي المفروض كلنا لازم نتاسف له. كده بقى شكلي مش هخش السينما يجي 30 سنه قدام كمان. طب وايه المشكله؟ مش مهم السينما. ازاي بس مش مهم؟ بعدين انت كنت عايزه تتفرجي على توم كروز. طب اقول لك حاجه وتصدقني، انت عندي احلى من 100 توم كروز. عارف. ايه الثقه دي؟ انما ايه العصبيه اللي كنت فيها وشفيق والزهير اللي انت عملتيهم دول؟ انت احرجتيني جدا قدام الناس. امال كنت عايزني اعمل ايه؟ خلاص الناس قاعده عماله تتريق عليك، مش حاسس يعني؟ طب خلاص انا اسف. انت هتعصبني تاني. لا خدي شفيق وزهير. شفيق زهير انا اسف. اهدي. ايوه استاذ مجدي. ايه عايز ايه؟ خالك تعبان وعايزك تروح له بسرعه. ايه؟ طب اقفل إيه؟ خالي تعبان لازم نروح. طب هاجي معاك. تعالى. يا ستي يا رب. مدي يا دينا شوية. بس كم عملت فين؟ ايوه مدي. لا اتنين. ايوه يا رب. يا خالي رن الجرس. يا خالي ما بردش على التليفون. يا رب استر. فين يا خالي؟
يوم ميلادي، يوم ميلادي كان يوم مش عادي، يوم ما مامي ندهت على دادي وقالت له أنا بولد يا عبد الهادي. صدق يا خالي من غير ما تزعل، أنت عيل، إيه الحركات دي؟ احترم نفسك يا ولد. أنا النهاردة عيد ميلادي، يعني ينفع أقضيه لوحدي يعني؟ ينفع يا قمر أنت؟ لا طبعا ما ينفعش. أيوة بس مش بالطريقة دي يا خالي، أنت سايبتي ركبي وجايبني على ولد. حتى من ساعة ما المدموزيل الجميلة دي وصلت مصر وانت بتديني البومبة الكبيرة. ربنا يخليكم لبعض يا انكل. الله يخليكي. بقول لك ايه يا عدول؟ نعم يا خال. يا خلبوس انت. نعم. انزل جيب لنا تورتاية و40 حتة جاتوه. بتحب نوع معين؟ لا ميرسي يا انكل، انا مش باكل حلويات خالص. خلاص بلاش 40، يبقى 39. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا خالي، سنة حلوة يا جميل.